بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالب زكريا سفيان أبو جزر، الحاصل على معدل 98 في الثانوية العامة في الفرع العلمي والحاصل على المركز الأول على عشيرة أبو جزر في الذكور. الحمد لله الذي من علينا بهذا المعدل رغم كل الصعوبات والعقبات التي مررنا بها في هذا العام من أحداث صعبة، من كورونا وحروب وحصار وأحداث مريرة مرت علينا وعلى أبناء الشعب الفلسطيني أجمع. لهذا النجاح إلى روح الشهداء الأبطال وإلى أسرانا في المعتقلات في سجون الاحتلال، فك الله أسرهم، وأهديه إلى والدي الذين لم يألوا جهدا ولم يقصروا في حقي شيئا، وأهديه إلى عشيرة أبو جزر التي بذلت قصارى جهدها في وصولي إلى هذا المكان. ما أخص بالذكر مدرستنا، مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، التي لم تألو جهدا أيضا في إيصالنا إلى هذا المكان، وكما بذلت قصارى جهدها في لجعلنا نحقق مرادنا في الوصول إلى أعالي المراتب. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشكر الله سبحانه وتعالى انه من علينا بفرحة ونجاح زكريا ابننا بالتوجيه في الثانوية العامة، وحصل فيها على معدل ممتاز الحمد لله 98%. طبعا هذا مش جديد على زكريا، لانه زكريا الحمد لله بفضل الله انه من اول السنين الدراسية اللي بداها من الابتدائية لحتى الثانوية، ويعتبر الأول على مدارس خان يونس بتقدير دائما ممتاز 99% فما فوق. فهذا مش جديد على زكريا. طبعا هذا النجاح بنهديه لعائلة عشيرة أبو جزر الكرام، وإحنا بنتشرف إنه إحنا تابعين للعائلة هذه والعشيرة هذه. بنشكرهم جميعا، بنشكر عمام زكريا سعيد أبو محمد وبهدي النجاح له على جهوده المستمرة بدون انقطاع لأهله وإخوانه وأهله في غزة. بنشكر الدكتور أسامة على مساندته لأهله وعشيرته. بنشكر كل عائلة أبو جزر على ما قدمته. شكرا كثير لعائلة أبو جزر وعشيرة أبو جزر. شكرا كثير لكل الطلبة اللي نجحوا وبيضوا وجوهنا قدام الناس ورفعوا أسهم عائلة أبو جزر. شكرا كثير لموقع أبو جزر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. الحمد لله الذي من علينا بتوفيق زكريا وبمعدله هذا، وهذا شرف لنا، والحمد لله على كل حال. أبارك له وأهنيه من كل قلبي، والحمد لله الذي أكرمني به.
فجأة بطلع في المعدل اليوم 4 غلطات، مع اني رجعت الامتحان استغربت كثير والله. يعني في هذا اليوم الوطني وهذا العرس الوطني الذي يحتفل فيه أبناء فلسطين بنتائج الثانوية العامة لعام 2021، هذه النتائج التي كانت في عام استثنائي، في العام الذي ضرب فيه وباء كورونا أرض فلسطين كباقي الدول المحيطة، في هذا العام الاستثنائي الذي دخله طلابنا الأحباب وطلابنا الأفذاذ بكل همة عالية، بكل دافعية للدراسة، ليثبتوا أن أبناء فلسطين، أبناء قطاع غزة خصوصا على وجه الخصوص، رغم تعرضهم للعدوان، للوباء، للقصف، لانقطاع التيار الكهربائي، إلا أنهم بإذن الله تعالى على قدر المسؤولية واستطاعوا أن يحصلوا أعلى الدرجات. اليوم في هذا المقام نحن في مدرسة خالد الحسن يعني نرسل أسمى آيات التهنئة وعبارات الحب والتقدير والتهنئة لأخينا وحبيبنا وابننا الفاضل زكريا أبو جزر الذي تميز وتقدم بمعدل، يعني نشهد أن زكريا من الطلاب المميزين، نشهد له بحسن السيرة والسلوك، نشهد له بطيب الذكر، نشهد بأنه من أكثر الطلاب أدبا وخلقا وعلما وتعاملا مع معلميه ومع زملائه ومع إدارة المدرسة. نبرق له بأسمى آيات التهنئة، ونبرق أيضا لعشيرة أبو جزر هذه التهنئة، لوالديه، لإخوانه، للعشيرة كاملة. نقول لهم ها هم أبناء عائلة أبو جزر ممثلين بزكريا اليوم، يرفعوا رؤوسكم ورؤوسنا ورؤوس أبناء فلسطين جميعا بإذن الله تعالى. ألف مبارك زكريا، وبإذن الله نراكم في موقع متقدم لخدمة أبناء شعبك وخدمة عشيرتك إن شاء الله.